مرحبا جميع، هابي فالنتاينز داي تو اول. اليوم قلت بمناسبة فالنتاينز داي لنقوم بفيديو شوي مختلف، شوي سريع أكثر، رح نحكي فيه عن الكلمات والأفعال والجمل الإنجليزية اللي بتخص الحياة الرومانسية. كنت هديك اليوم عم أقرأ مقال بجريدة أسترالية، لقيته كثير انترستينج، عم يحكوا فيه عن كلمات جديدة دخلت إلى اللغة الإنجليزية لأن العلاقات بين الأشخاص تغيرت. مثلا رح أعطيكم أول كلمة قريت عنها ما كنت أعرفها واللي هي text relationship. إذا قلت لكم text relationship شو بتعني هالكلمة؟ text relationship. أوكي، text بتعني نص، ولكن بتعني أيضا الرسالة الإلكترونية اللي بنبعتها على التليفون، إن كان واتساب، إن كان SMS، إن كان حتى على السوشيال ميديا، فهيدا text. من بعد هيك عنا relationship، وهون جمعوا كلمتين سوا، text relationship جمعوا text relationship، relationship علاقة. فtext relationship هي العلاقات اللي مبنية فقط عبر أو منقوم فيها فقط عبر التليفون، أوكي؟ الناس يمكن ما بتتلاقى حتى face to face، وجها لوجه، فهيدا text relationship. في ظاهرة أخرى يمكن منا جديدة ولكن كترت أكتر مع السوشيال ميديا واللي هي ghosting، أوكي؟ إذا نحن على علاقة مع شخص، إن كان text relationship أو علاقة حقيقية، وهالشخص فجأة بوف بيختفي من حياتنا، بيظهر من حياتنا بدون ما يقلنا ليش وين راح وهل راح يرجع وشو هو السبب، هيدا بنسميه ghosting. ghost شبح، ghosting فجأة تحول إلى شبح وخرج من حياتك، خلص ghosting. ظاهرة أخرى يمكن أرحم شوي عن ghosting هي slow fade بطيء، fade يختفي، اوكي؟ لما شخص هيك شوي ببلش يخرج من حياتك، مثلا بتكونوا عم تتراسلوا، يمكن عم تشوفوا بعض كتير، وفجأة هالشخص هيك يعني بتبلش اتصالاته تقل، المسجز تقل، اهتمامه يقل، هيدا بنسميه slow fade. اوكي، لما شخص بيخرج من حياتنا خاصة من بعد ghosting ممكن يحصل شيء بنسميه haunting. to haunt هو انه نطارد شخص، اوكي؟ مطاردة to haunt. الhaunting بيحصل لما شخص بيعملنا ghosting ولكن فجأة بيرجع، ولكن ما بيبعت لنا رسالة بل بيرجع على السوشيال ميديا وبيترك لنا لايك على مثلا فيسبوك، على انستغرام، على اي سوشيال ميديا اخر، اوكي؟ ففقط عشان يذكرنا انه شوفوا انا بعدني موجود، اوكي؟ مش انه عشان خرجت من حياتك او من حياتك انه معناتها اختفيت، لا انا موجود، ماني مهتم فيك، ماني مهتم فيك، ولكن ما بدي اياك تنساني، اوكي؟ هيدا هونتنج، شخص بيطاردنا على السوشيال ميديا فقط ليعذبنا وليذكرنا انه بعده موجود وما تنسوني، اوكي؟ فهيدا الهونتنج. في أيضا شيء اسمه benching، أيضا معروفة ك breadcrumb، أوكي، أو breadcrumbing. benching بتحصل لما شخص ما بده إيانا، خلاص تركنا، ولكن بنفس الوقت بيتراسل معنا، أوكي، بيتصل فينا، بيبعث لنا رسائل. ليه؟ لأن بده يقعدنا، بده يركننا على بنك، أوكي، هذا معنى bench، يقعدنا عليها، يركننا عليها عشان إذا فرصه الأخرى ما مشي حالة رح يرجع لنا، أوكي، مثل نحن كأننا plan B أو plan C أو plan D، هيدا benching، أوكي، فbenching شيء منه حلو بالمرة لأنه شخص ما بده إيانا، بس بنفس الوقت يلا إذا ما عندي شخص آخر برجع لك أو برجع لك، أوكي، هيدا benching. في أيضا شيء اسمه DTR واللي هو acronym ل define the relationship. define the relationship مثل لما بنكون عم نقول لشخص حدد شو هي العلاقة، ممكن نكون عم نتواصل مع شخص بين اننا يمكن ما بعرف بدنا نبدأ مشوار سوا، ولكن هالشخص بيعملنا كأننا صديق او صديقة، فماننا عارفين بالضبط شو هي علاقتنا مع هالشخص، فمنقول له DTR define the relationship، اوكي، DTR. ولما شخص بيحدد العلاقة في شيء، في ظاهرة، هيدي ظاهرة جديدة اسمها Facebook official. لما نحن بنرتبط بشخص والشخص بيغير الستيتس على فيسبوك وبيقول مثلا
خاطب او مخطوبه او متزوج متزوجه، اوكي؟ او حتى مثلا يعني بالغرب بيقولوا بوي فريند جيرل فريند سينج سم ون، اوكي؟ فهيدا فيسبوك اوفيشال، لما شخص بيغير الستيتس على فيسبوك ليعترف بينا ليقول انه هو مرتبط فينا، هيدا فيسبوك اوفيشال. وي فيسبوك اوفيشال ناو، وي فيسبوك اوفيشال. اوكي، هيدا المقال اللي قريته. هلا شو رايكم احكيكم عن بعض الافعال والجمل الاساسيه لما نكون ما بعرف مرتبطين بشخص او عندنا مشاعر لشخص ما. اوكي، من اهم الافعال طبعا اللي كلكم اكيد بتعرفوها، كلكم بتعرفوها مش اكيد كلكم بتعرفوها، هي to love someone. to love someone انه نحب شخص. to love someone، في فرق بين انه نحب شخص to love someone Sarah loves John، وبين انه نعشق شخص. اوكي، نكون مغرمين بشخص. Sarah is in love with John. is in love. okay, to be in love انه معناته نكون مغرمين بشخص. John is still in love with Sarah after 20 years of marriage. Oh, so sweet. John مازال مغرم بساره من بعد 20 سنه، من بعد ما يعني صاروا متزوجين 20 سنه. to be in love with someone. في عباره اخرى لما بنكون عن جد بنحب شخص كثير، هيك يعني مثل كانه we crazy in love, madly in love with someone. ممكن نقول to be crazy in love with someone to be madly in love with someone. أو ممكن أيضا نقول to be head over heels. head راس، heels كعب. okay, to be head over heels مثل كان الواحد مقلوب. okay, to be head over heels with someone معناته to be madly in love. to be head over heels. John is head over heels in love with Sarah. إذا بيعجبنا شخص بنحبه يمكن شوي، ولكن بعد ما وصلنا لدرجة الحب الحب، ممكن نقول to like someone. Sarah really likes John. Like, okay? معجبة فيه، بيعجبها، أو ممكن تكون بتحبه ولكن لدرجة أكتر، أقل من love. Sarah likes John. To like someone. الحب اللي بيكون من طرف واحد، أو مثلا ممكن يكون عندنا فكرة أنه نحن منحب هالشخص ولكن هو نوع من أنه معجبين فيه، هو to have a crush on someone. To have a crush on someone. Sarah has a crush on her work colleague. Sarah has a crush on her colleague. مثل كأنها مغرمة بزميلة بالعمل، ولكن يمكن من طرف واحد، أو ممكن يكون بين لأنها بتحبه ولكن هو ما إنه حب حقيقي. okay, فهو أقل. to have a crush on someone. to have a crush on someone. إذا في شخص بيعجبنا وهالشخص بده يعزمنا على مكان، يعزمنا على إنه نشرب شيء أو نأكل شيء سوا، منقول to ask someone out. to ask someone out إنه معناته نطلب من شخص إنه يخرج معنا. to ask someone out. John asked Sarah out. John asked Sarah out. to ask someone out. لما بيخرجوا سوا، okay, rendezvous هيدا اسمه to go on a date. to go on a date. John and Sarah are going out on a date tonight. John and Sarah are going out on a date tonight. لما شخصين بيكونوا مثلا يلا بلشوا يخرجوا مع بعض عشان يتعرفوا على بعض، هذا بنسميه to be dating. to be dating. John and Sarah are dating. معناته عم يخرجوا سوا ليتعرفوا على بعض. to be dating. John and Sarah are dating. لما بيكونوا خلص يعني هلا هن على علاقة مع بعض، بنقول they're seeing each other. to be seeing someone. John and Sarah are seeing each other. عم يشوفوا بعض، okay؟ معناته انه عم يخرجوا سوا. to be seeing each other. to be seeing each other. John is seeing Sarah. Sarah is seeing John. Sarah and John are seeing each other. إذا شخص بيعزمنا أنه نخرج ونحن ولكن مرتبطين بشخص آخر، ممكن نقول I'm seeing someone. Sorry, I'm seeing someone. مرتبطة بشخص. I'm seeing someone. ممكن نقول أنه نحن يعني عنا علاقة مع شخص. ممكن نقول I'm in a relationship. أيضا بمعنى أنه مرتبطة بشخص. I'm in a relationship. Sorry, I'm in a relationship. I'm in a relationship. وإذا هي علاقة جدية بقول I'm in a serious relationship. Sorry, I'm in a serious relationship. ما بعرف ليش قلت sorry. شيء جميل طبعا إذا شخص مرتبط بشخص، بس هون يعني بمعنى إنه إذا شخص عزمني إنه أخرج معه ولكن أنا مرتبطة بشخص آخر، رح له sorry, I'm in a serious relationship. أو I'm in a committed relationship. committed لما الواحد يكون ملتزم، أوكي، بعلاقته مع شخص آخر، أوكي. I'm in a committed relationship معناتها أنا هلا بهالعلاقة هيدي وما رح أخرج مع أي شخص آخر.
I'm in a committed relationship. اوكي لما شخص بيطلب من شخص اخر انه يخرج معه والشخص الاخر بيرفض الشخص بيكون عمل turn down. Turn down انه رفض. Okay, to turn down somebody. John asked Sarah out, but Sarah turned down John. Sarah turned down John. رفضته او رفضت عزيمته. Okay, to turn somebody down. واذا اخذنا موعد من شخص لنخرج معه وهالشخص ما يعني ما وصل ما اجى الى الموعد اوكي بنقول he stood me up او she stood me up to stand somebody up لما الشخص ما بيجي الى الموعد اللي اخده معنا اوكي to stand somebody up to stand somebody up Sarah was supposed to go out on a date with John but John stood her up John stood her up اوكي ما راح الى الموعد to stand someone up. إذا بدنا نعزم شخص إنه يخرج معنا، الجملة اللي ممكن نستعملها هي Would you like to go out? Would you like to go out? وبعدين من الأفضل إنه دائما نقول sometime. Sometime يعني بوقت ما حددنا الوقت عشان يعني ما يبين إنه كتير pushy. Okay? Would you like to go out sometime? Would you like to go out sometime? وبدل ما نقول go out ممكن نحدد مثلا بدك نظهر نتغدى، نظهر نتعشى، نظهر نشرب شيء، نشرب قهوة. ممكن نقول Would you like to go out for dinner sometime? Would you like to go out for dinner sometime? Would you like to grab a bite? Grab a bite إنه نروح ناكل شيء على السريع يمكن خفيفة أكثر عن عشاء okay? Would you like to grab a bite sometime? Would you like to get a coffee? Get a coffee. Get a coffee sometime. Would you like to get a coffee sometime إنه نروح نشرب قهوة أو get a drink نروح نشرب شيء. Would you like to get a drink sometime? Would you like to get a drink sometime? اوكي اذا اخذنا موعد من شخص لنخرج معه وهالشخص بده مثلا يقول بجي انا باخذك بالسياره ممكن نقول I'll pick you up I'll pick you up انا برجع بوصلك I'll drive you home I'll drive you home واذا رح بيوصلنا مشي I'll walk you home I'll walk you home bye everyone happy valentine's day bye